نقرأ آيات من الفصل 20 من إنجيل يوحنا. بعد 8 أيام كان تلاميذ يسوع ثانية في البيت، وتوما معهم. جاء يسوع والأبواب مغلقة، فوقف في الوسط وقال: السلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. توما توما، ماذا نتعلم منك؟ لعلك يا توما صرت علامة الشك بين التلاميذ، لكن الشك يلي أبديته ما كان عقيما، الشك يلي عاشه توما ما كان بيهدف لنسف الإيمان إنما لترسيخه. لما تأكد توما من إنه الحاضر بيناتهم كان يسوع، تراجع عن شكه ليعلن إيمانه. ليتنا اليوم نتعلم منك يا توما أن نشك في عالم له مظهر التقوى والإيمان، حيث تكثر الظواهر الغريبة والمريبة والفارغة من معانيها. ليتنا نتعلم منك يا توما أن نشك، لأن الإيمان إن لم يترافق مع المنطق والعقل في اللاهوت يفقد جوهره ويتحول إلى خرافات. ليتنا نتعلم منك أن نشك، فنبقى راسخين على الإيمان السليم الذي يلتقي مع معايير كلمة الله وتعاليم الكنيسة الأم والمعلمة، فلا تجرفنا سطحية تيارات سعاة البريد المزعومين. آمين.